في ظل الحصار والحروب المتكررة التي يشهدها قطاع غزة، أصبحت المدارس التي كانت رمزاً للعلم والأمل أهدافاً مباشرة للهجمات أو تغلق أبوابها بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. ومع كل هذه التحديات لم يتوقف الأمل في قلوب المعلمين والطلاب الذين يسعون جاهدين لاستعادة حقهم الأساسي في التعليم. ولدت فكرة شبه مدرسة كحل مؤقت وبديل، محاولات بسيطة لكنها ملهمة لتعويض الطلاب عن فقدانهم لهذا الحق. هذه المحاولات البسيطة لتعليم الأطفال ليست مجرد بدائل مؤقتة، إنها تذكير لنا جميعا بأهمية دعم التعليم في غزة وبذل كل جهد ممكن لضمان عودة المدارس الحقيقية، حيث يكون لكل طفل الحق في مقعد دراسي آمن ومعلم يوجهه وبيئة تعليمية تحترم طموحه في التعليم والتطور. العودة إلى شبه مدرسة ليست نهاية الحلم، بل بداية جديدة نحو استعادة حق التعليم كاملا وبناء جيل جديد مؤمن بقدراته ومستعد أيضا لمواجهة كل الصعب. فلنشاهد. مبسوط لأني رحت على المدرسة. صح مش حلوة المدرسة، بس بالمدرسة هذه بنقعد على الأرض، وقبل كنا نقعد على كراسي، وحلوة كتير المدرسة اللي قبل. قبل كان في معلمات حلوين، صفوف حلوة، حين ولا حاجة حلوة بالمدرسة هذه، كله قاعد على الأرض، أكتب على السبورة وروح. كيف راح على صف تاني، والحين التالت بده يروح عليا، نفسي اروح على رابع وخامس وسادس وعبال ما اوصل الجامعه ان شاء الله. انا اليوم كتير مبسوطه لاني رحت على المدرسه. صح مش حلوه المدرسه، بس بالمدرسه هذه بنقعد